لو بتعدي في وقت غريب وما فيش جنبك حد قريب، اجري بسرعة لحضن يسوع هتلاقيه عنده الترحيب. لو بتعدي في وقت غريب وما فيش جنبك حد قريب، اجري بسرعة لحضن يسوع هتلاقيه عنده الترحيب. لحضن يسوع. اهلا بيكم عيلة يسوع من كل حتة بتتفرجوا علينا، فرحانين قوي قوي ان احنا موجودين معاكم النهاردة. والنهاردة انا جاي معاكم عايز اقدم لكم فقرة جديدة من فقرة حضن يسوع. عايز احكي لكم عن واحدة ملكة من عيلة يسوع، واحدة من اصحابنا. النهاردة عايز احكي لكم عنها، يمكن ناس كتير قوي الوقت اللي فات كانت متابعة على الفيسبوك اخبارها. هي مرت بمشكلة صعبة من حوالي شهر وأربع أيام، كنا عاملين حفلة كبيرة وحصلت حاجة. تعالوا نسمع مع بعض قصة صاحبتنا مريض الملكة بتاعتنا النهاردة. أنا اسمي مريض ميشيل، كان عندي مهرجان في استاد القاهرة اسمه مخدة وكتاب، واحنا بنعمل بروفا قبل العرض على طول الشاشة بتاعت العرض وقعت عليا. كان هدفنا قبل المهرجان، الهدف اللي كنا بنصلي عشانه ان الناس تفضل تصلي مش بس في وقت المهرجان لكن على طول، وربنا فعلا استجاب اللي احنا كنا عايزينه. لغاية دلوقتي الناس بتصلي علشاني. ربنا حط قدامي حاجة، ابليس ليه مملكة وربنا ليه مملكة. كل ما ابليس بيحاول يضربنا بضربة مملكتنا ممكن تتهز، بس مش ممكن ابدا يقع منها حاجة، لان احنا اولاد ربنا فاكيد اقوياء بيه. ابليس حاول يبوظ المهرجان، كان فاكر ان هو لما يوقع الشاشه احنا هنلغي المهرجان او هنوقفه او كده، بس لما الشاشه وقعت الناس بقت بتصلي اكتر ومملكته هي بقى اللي بدات تتهد. وبشكر كل الناس اللي بتصلي، بس بطلب منهم انهم يفضلوا يصلوا مش بس علشاني لكن يصلوا عشان كل المرضى، وحتى بعد ما انا خف نفضل نصلي على طول. ممكن نكون ساعات كتيرة بنصلي من أجل حاجات وبنحس إن ربنا ما بيستجبش ليها، بس ده أكيد بيكون لخيرنا، وبعد كده هنلاقي إن ربنا بيعوضنا بحاجات أحسن وأكبر بكتير. بيعوضنا بحاجات أحسن وأكبر بكتير. اهلا بيكم مره تانية. اللي حصل لمريض انه الشاشه الكبيره قوي اللي بيتعرض عليها الحاجات اللي كانت في الحفله اللي في الاستاد وقعت على عدد من الاطفال، والخبطه جت فيها جامده. وفي اليوم ده من حوالي شهر واربع ايام بالظبط حصل انه مريض تعبت قوي واضطرت تروح المستشفى وعملت عمليه كبيره في ظهرها، وده خلاها بقالها تقريبا من يوم 8/9 لغايه النهارده مش بتمشي، لأنه جسمها دلوقتي هي كل حاجة فيها بتحرك لكن رجلها مش بتقدر تحركها. لكن أنا عايز أقول لكم على حاجة غريبة جدا، يمكن لما سمعت القصة اتضايقت زي ناس كتير قوي، أصحابها وباباها ومامتها وكل اللي حواليها متضايقين وبقالهم شهر بيصلوا لها. لكن أنا عايز أقول لك على حاجة غريبة جدا، أنا رحت لمريض زرتها كذا مرة، مرات لما كانت في المستشفى ورحت لها كمان وهي في البيت دلوقتي. بس عايز أقول لكم على حاجة، مريض فعلا ملكة من عيلة يسوع. غريبة قوي إنها بقالها شهر تقريبا نايمة في السرير مش قادرة تتحرك، لكن كل مرة كنت بروح أحكي معاها ألاقي وشها عليه ابتسامة رهيبة، فرحانة بيسوع جدا وعمالة تصلي طول ما هي قاعدة على السرير. عارفين في دكتور العلاج الطبيعي بيجي لها كل يوم تقريبا من ساعة ما روحت البيت، وبيقعد يحاول معاها ويعمل لها علاج علشان تبتدي تتحرك على رجلها. الدكتور في الأول كان بيحاول يسليها بأي حاجة، عارفين قالت له إيه؟ لا، اكتشفت إن هو مش بيقرأ في الكتاب المقدس. قالت له لا لا لا، من النهاردة كل ما هتجيلي هقعد أحفظك آيات في الكتاب المقدس. وقعدت تحفظه ترتيب أصفار الكتاب المقدس كله. عارفين الدكتور اللي عمل لها العملية اسمه الدكتور عمر، الأسبوع اللي فات قرر يجي البيت، قال أنا جاي مش عشان أكشف على مريض، أنا جاي
علشان أزور مريض. وقال لهم أما راح البيت قال لهم كملوا صلاة رغم أنه ما يعرفش يسوع، لكن شاف في العيلة دي أنهم ملوك في وسط الظرف الصعب، في وسط حاجة مؤلمة باصين ليسوع وفرحانين بيه قوي وواثقين فيه. لو سمعتوا الرسالة اللي بعتتها لنا مريض، سجلتها على فكرة من 3 أيام بس لما كنت عندها في البيت، في الآخر كده بتقول أنا عايزاكم تصلوا وتكملوا صلاة ليا مش ليا بس، لكل الناس، عشان حتى لما خف، هي قالت مش لو خفيت، هي قالت لما خف تكملوا صلاة، لأن ده هدفنا. هحكي لكم حاجة بسرعة عن مريض قبل ما نصلي لها. شايفين يمكن تسألوا إيه الكشكول اللي ماسكه ميلاد ده؟ عارفين الكشكول ده؟ إحنا فوجئنا وهي في المستشفى إن مريض كل يوم بتعمل حاجة غريبة جدا، حتى باباها ومامتها ما كانوش عارفين، وأنا قاعد معاها عمال بحكي اكتشفوا واكتشفنا إن هي من يوم، يا رب أكون صح يا مريض، من يوم 21/4/2017 قررت قرار. عارفين ايه هو القرار ده؟ تعالوا بصوا كده معايا. قررت انها كل يوم تقرا جزء من الكتاب المقدس وتكتب فيه التاريخ واليوم وتكتب الاصحاح اللي هي قريته، وكمان بتكتب حاجه غريبه قوي. انا اول ما بصيت في الكشكول ده وحكيت لي استغربت ايه اللي هي كاتباه ده، بتكتب ايه؟ أروع ما لمع، يعني أحسن حاجة لمعت في عينيها وهي بتقرأ الإصحاح ده، وبتكتب كمان صلاة، وبتكتب كمان طلبة. كل يوم بتعمل كده من يوم كم؟ من يوم 21/4/2017، يعني بقالها أكتر من سنة ونص وهي بتعمل كده يوميا. على فكرة ده الكشكول التاني، أنا استأذنت مريض، ميرسي يا مريض إن أنت اديته لنا عشان أخده منها. ومعاها كشكول تاني، عايز اقرا لكم رساله كتبتها مريض يوم 28/9/2017، هي تظهر معاكم على الشاشه دلوقتي، يعني تقريبا من سنه. بتقول كده: يوم الخميس 28/9/2017 الشاهد قرت تثنيه 7، قالت كده: اروع ما لمع ان تحب الرب الهك. دي الايه اللي لمعت قدام عينيها وهي بتقرا، وكتبت الصلاة: شكرا عشان بتكلمني، والطلبة: كلمني أكتر. بتقول له: يا رب كلمني أكتر. الكلام ده من سنة. عارفين حتى يوم العملية، يوم الحادثة، مريض كانت كاتبة صلاة من أجل المهرجان اللي كانت رايحة تخدم فيه، عشان كده هي في وقت الصعب ده، لأنها كل يوم عمالة تقرأ في الكتاب، كل يوم بتصلي، كل يوم بتحبه، قادرة تشوف إن يسوع بيحبها. ما كانتش زعلانه من يسوع، قالت له: انا عارفه ان انت هتشفيني، مصدقه فيك. انا نفسي النهارده كلنا نتحد مع مريض وهي بتقول صلوا لي وانا كمان هصلي معاكم، ان تيجي تاخدها في حضن يسوع النهارده وقول لها: يا مريض خلاص انت نجحتي في الامتحان، قومي مريض، هتخفي يا مريض لان يسوع وعدك انه يشفيكي. تعالوا نصلي مع كارين النهاردة وهي وكلنا، كل عيلة يسوع من كل حتة، عايزين النهاردة نصلي مع كارين وهي بتصلي المريض إنها تقوم على رجلها وتخف وتبقى ملكة حقيقية، شهدت عن يسوع وهي تعبانة وهتشهد عنه وهي واقفة على رجلها بتقول له: أنت بتحبني وهتفضل تحبني. يا رب أنا بشكرك من أجل مريض، بشكرك قوي من أجل إيمانها ومن أجل إنها واثقة فيك للآخر، وبشكرك لأنه الناس اللي بتثق فيك عمرك ما بتخذلها وعمرك ما بتخيب أمالهم. فأنا بجاية يا رب وبصلي وبطلب بكل إيمان في مريض وفي عيلتها وفينا، كل إيمان عندنا أنه في اسم يسوع شفاء، أنت الشافي، أنت يهوى رافا، وبصلي تمد إيدك يا رب الشافية وتلمس مريض دلوقتي حالا. بصلي يا رب تبتدي تمشي معاها الرحلة بتاعت الشفاء، بصلي يا رب أنه العلاج يبقى سريع، بصلي يا رب العلاج الطبيعي يجيب نتيجة، بصلي أنه تمد إيدك قبل إيدين الدكاترة وقبل إيدين أي حد، بصلي لو في أدوية بتاخدها بصلي أنه كل حاجة تكون بتحقق مشيئتك للشفاء في اسم يسوع. أمين أمين. عايز أقول لكم على حاجة، أنا نفسي النهاردة نصلي أنه زي ما مريض قدرت في الوقت الصعب ده اللي كان ممكن قوي يخليها تنهار، ياما ناس بيمروا بحوادث صعبة زي اللي حصلت مع مريض وبينهاروا وبينسوا ربنا وبيحبوش يكلموه ويحسوا أنه ربنا سابهم، لكن لأن مريض كانت بتحب ربنا وماسكة كتاب وطول الوقت بتقراه قدرت تفرح بالرب وسط الأوقات الصعب.
النهارده احنا عايزين نصلي مش بس عشان مريض، احنا بقالنا كتير بنصلي مريض وهنكمل نصلي لي كمريض لغايه ما يسوع يشفيكي. لكن انا نفسي اصلي النهارده لكل حد متالم، كل حد بيمر بوقت صعب، كل حد حاسس انه حصلت له مشكله ومش عارف يحلها ازاي. النهارده لو انت حاسس بانك واقع في مشكله، واقع في حته صعبه ومش عارف تعمل ايه، تعال النهارده معايا قول له يا رب انا عايزك تاخدني في حضنك، انا عايزك تطمني زي ما حصل مع مريض، وامسك الكتاب المقدس وصدق ان يسوع هيقدر يشفيك وهيقدر ينقذك من وقت الصعب ده. النهارده حضن يسوع متاح ليك لو انت بتمر في وقت صعب. صلي معايا الصلاه دي، يا رب من كل قلبي اشكرك لان انت المتحكم في كل الامور، يا رب نشكرك لانك انت ليك السلطان على كل حاجه، وبتعرف تعزي وسط الاوقات الصعبه، بتعرف تسند ولادك حتى لو مروا باوقات صعبه. يا رب انا بصلي النهارده لكل حد بيتفرج علينا النهارده مر بوقت صعب او لسه بيمر بوقت صعب، ويمكن مش شايفك في الوقت الصعب ده انت موجود ولا لا، انه النهارده يحس بيك وانت بتاخده في حضنك تقول له انا معاك وسط السجن، انا معاك وسط الضيق، انا معاك في اسم المسيح. يا رب نشكرك لانك حقيقي قوي وبتقدر تفرحنا وتعزينا في وسط الاوقات الصعبه. امين.